أناب حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني لافتتاح قلعة الحرس الوطني الفاروق، وذلك بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وعدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار ضباط الأجهزة الأمنية. ولدى وصول نائب راعي الحفل سمو رئيس الحرس الوطني لموقع الاحتفال كان في استقباله معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني. استأذنك يا صاحب المعالي بالتفتيش على طابور حرس وطني سيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، سيدي الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا الرعاية الكريمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قائدنا الأعلى، حفظه الله ورعاه. حفلنا هذا الذي يحظى به صرح الحرس الوطني مما جعل من هذا الصرح العسكري ركيزة أساسية في منظومة العمل الدفاعي والأمن الوطني بما يزخر به من إمكانيات عسكرية متقدمة ومستويات تحديث وتطوير عالية. سيدي صاحب المعالي، إن الأمر الملكي رقم 48 لسنة 2012 الصادر بتشكيل قوة عسكرية تحت اسم قوة واجب العاصمة وتضم وحدات من قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني، يمثل امتداداً للرؤية الملكية السامية لتلبي الاستجابة السريعة في الدفاع عن محافظة العاصمة لحفظ أمن ومكتسبات مملكتنا الغالية. سيدي صاحب المعالي، لا ننسى في هذا اليوم أن نستذكر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل العزة والكرامة دفاعاً عن أرض الوطن من منتسبي قواتنا المسلحة. أستأذنكم سيدي أن أدعوك الجميع لقراءة الفاتحة. كما شهد الحفل عرض فيلم قصير عن قلعة الحرس الوطني الفاروق، وثق الارتباط التاريخي للقلعة بقلع البحرين التاريخية، إذ جاء تصميمها الهندسي نابعا من تراث وتاريخ الآباء والأجداد الذين ورثنا عنهم التضحية والفداء في سبيل رفعة هذا الوطن، ولتكون رمزا للقوة والمنعة الدفاعية والأمنية لمملكة البحرين. إنجازات مضيئة سطرها فكر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في صفحات هذا الوطن الذي يشهد مسيرة تنموية ونهضة اقتصادية شاملة لجميع ميادين العمل الوطني، رؤية ملكية ونظرة ثاقبة نحو المستقبل الذي يحمل في طياته ثمار ما تحقق من إنجازات في مسيرة العطاء والبناء للوطن وأجياله. جاءت هذه الرؤية المباركة في بناء قلعة الحرس الوطني في القاطع الشمالي من المملكة لتحفظ هذه المسيرة وتذود عن منجزاتها وتشكل مع بواسلها درعاً آمناً لقوات الأمن العام.
كما تفضل نائب راعي الحفل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمعية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بتدشين قلعة الحرس الوطني الفاروق لتمثل بعدا أمنيا مشتركا مع وزارة الداخلية في حماية أمن الوطن والمواطن والمقيم. بعدها تفضل سمو رئيس الحرس الوطني بجولة في قلعة الحرس الوطني والتي تضم مرافق متعددة تغطي كافة احتياجات التدريب والتأهيل العسكري والشؤون الإدارية التي يحتاجها منتسبي الحرس الوطني من الضباط وضباط الصف والأفراد للقيام بمهامهم في الذود عن حمى الوطن والدفاع عن مسيرة إنجازاته. وفي كلمة لنائب راعي الحفل بهذه المناسبة أكد أن الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله لافتتاح قلعة الحرس الوطني الفاروق إنما تأتي امتدادا للرعاية الدائمة التي يحظى بها الحرس الوطني منذ تأسيسه والتي جعلت منه قوة عسكرية مانعة وركيزة أساسية في منظومة الدفاع والأمن الوطني بما تسخر به من قدرات بشرية وعسكرية متقدمة وكفاءة وجاهزية عالية. وأضاف أن قلعة الحرس الوطني شيدت في قلب محافظة العاصمة لتكون درعا أمنيا في القاطع الشمالي لمملكة البحرين وبعدا استراتيجيا لأمن المملكة من خلال الاستعانة الفورية بقوات الحرس الوطني للتصدي لأي عمل طارئ يمس استقرار الوطن ومنجزاته ومكتسباته. ولفت إلى أن قلعة الحرس الوطني الفاروق بنيت وفق أحدث الإمكانيات والأنظمة ووسائل القيادة والسيطرة لمواجهة مختلف التحديات والأخطار التي قد تحدق بوطننا الغالي ولتتناسب مع المتطلبات الحاضرة والمستقبلية ما يعزز من دور هذا الصرح العسكري في القيام بواجباته لحماية العاصمة ويعكس مستويات التأهب والجاهزية القتالية العالية التي يشهدها الحرس الوطني في الواجبات والمهام الموكلة إليه. وأشار إلى أن توالي إنجازات الحرس الوطني وتطور قدراته إنما تأتي ترجمة للرؤية السامية للقائد الأعلى حفظه الله ورعاه لهذا الصرح الوطني والذي شيد ليكون عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في الدفاع عن المملكة وحماية منجزاتها والمحافظة على أمنها وسلامة أراضيها.